في اي في اي عام وقعت معركة القادسية؟ السؤال دلوقتي موجه للفريق الابيض. في اي عام وقعت معركة القادسية؟ سنة 12 هجرية ولا سنة 14 هجرية ولا 18 هجرية ولا 22 هجرية؟ وده برضو من السوشيال، احنا ما نجيبش حاجة من عندنا، هي العلماء. كان ابن رشد والخوارزمي والبيروني كانت مجرد معلومات إضافية لطلابنا، لكن ده الباقي كله من المناهج بتاعتنا. في أي عام وقعت معركة القادسية؟ سنة 12 هجرية ولا 14 ولا 18 ولا 22؟ ده سؤال موجه للفريق الأبيض. بتفكروا في إيه؟ 12 و 14. يعني سنتين ما بينهم بس. اوكي 4 3 2 1. تقدر تقول الانسر بتاعتك؟ 12 هجرية. نشوف الانسر بتاعتك. هي 14. للاسف فيل. هي دلوقتي 2 بوينتس اللي هو الفريق الابيض. للاسف هي معركه القادسيه كانت سنه